Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. من اكتر الكلام اللي سمعناه ده فلان ما بيخسش علشان هرموناته ضربة، ده مهما قلل اكله ما بيخسش. فبنبدأ نفكر ان المشكلة في الهرمونات، ده معرفش ده هرموناته مش تمام، ده لازم يروح يعمل تحليل هرمونات، ده الدنيا عنده بايظة. فالكلام بيتقال ان الهرمونات بتاعتك هي اللي هتحدد اذا كنت انت هتخس او تخسر وزن او هتزيد في الوزن، حتى لو انت بقى عامل كالوريك ديفيسيت او انت ماشي في سيربلس او ايا كان الحاجه اللي انت عاملها. تعال ناخد الموضوع واحده واحده ونقول اول حاجه ايه اللي مخلي الكلام ده غلط مش صح. بمنتهى البساطه، كل الابحاث اللي في الدنيا وكل حاجه بتقول ان انت جسمك علشان يعمل اي حاجه فمحتاج انرجي، سواء الانرجي دي من بره او من جوه، علشان يحولها لاكتيفيتي هو بيعمله ويطلع الاكتيفيتي دي. طب انت لما مش هتدي له انرجي من بره تكفيه يعمل اللي هو عايزه، هيبدا جسمك ياكل في نفسه، سواء بقى بياكل في عضل او بياكل فاتس. انا بتكلم دلوقتي في النظريه عموما، جسمك هيبدا ياخد من نفسه علشان يبدا يطلع انرجي بره، او يقدر يعمل طاقه يطلع بيها الانرجي او المجهود اللي هو عايز يعمله. فهيلاقي المصدر الوحيد للانرجي عشان ياخدها منك انت، من نفسه، من جسمه، يبدا ياكل في نفسه. الناس اللي في المجاعات دي كلها كانت هتوصل ازاي للليفل اللي هم فيه ده ويوصلوا للدرجة دي ان هم يبقوا ما فيش في جسمهم ولا لحم ولا عظم ولا عضل ولا دهون ولا اي حاجة؟ واكيد مش كلهم هرموناتهم متزبطة 100%، اكيد هم عندهم مشاكل في الهرمونات بعد اللي هم وصلوا له ده، سواء بقى حد اصلا منهم كان في العادي عنده مشكلة في هرموناته او حاجة زي كده، او لو حد تاني اصلا هرموناته باظت بسبب اللي هو ما بياكلش اصلا، وان الدنيا بايظة معاه خالص على الاخر زي ما انتم بتبقوا شايفين كده. واحد مثلا هيجي يقول لي طب انا مثلا كنت بادئ عامل دايت وكنت باكل 2000 كالوري وكان جسمي بيخس عادي، بعد شويه جسمي ما بقاش بيخس، نزلت ل 1500، فبرضه نزلت شويه بعد كده جسمي ما بقاش بيخس. هنا جسمك ما بقاش بيخس مش عشان انت هرموناتك باظت، لا، انت جسمك بدا يتعود ان هو يطلع طاقه او يطلع اكتيفيتي ليفل متناسب مع ال 1500 دي، فجسمك اتعود على الرقم ده. بدليل انت هتلاقي نفسك لما بتوصل لدرجة ان انت جسمك بيبدأ يتأقلم على الكالوريز دي، بيبدأ اوتوماتيك حركتك تقل، عينك نفسها وهي بتبربش كده تبدأ تلاقيها بتبطأ، تبدأ تلاقي نفسك كسول اكتر، حركتك اللي بجسمك اللي بتقعد تعملها وانت بتتحرك لو عمال بتفرق في الكلام، لو انت واحد مثلا متعود ان انت بتهز رجلك كتير بتتحرك جسمك وانت بتتكلم، هتلاقي كل ده قل، جسمك بيبدأ يتحول لدرجة ان هو عايز يقلل اي مجهود بيعمله علشان يكافئ الكالوريز اللي انت بتدخلها له. هل انت متخيل ان انت لو خدت الكالوريز بتاعتك نزلت بيها لحد زيرو، هل انت متخيل ان انت جسمك كده خلاص هيقف عند الزيرو وهتقول لي جسمك مش هيحرق وهيفضل ثابت عند الزيرو ده مش هيتحرك؟ لا طبعا، انت لو نزلت بالكالوريز بتاعتك لحد زيرو جسمك لسه في حاجات اصلا هقول لك ايه بتشغاله، جسمك هيبدا يحرق عادي ويبدا ياكل من نفسه علشان يقدر يتنفس، عشان قلبك يشتغل، عشان كل حاجه في جسمك تشتغل، فهتلاقي نفسك بتخس زي ما انت، لكن المشكله انت جسمك هيبدا يتعود او الاكتيفيتي ليفل اللي هو بيعمله متناسب مع الكالوريز اللي انت بتديها. تعالوا طيب نتكلم على شويه هرمونات كده الناس بتتكلم عليها ان هي بتخليها ما تخسش. تعالوا ناخد الاول البرنس بتاعهم كلهم او الهرمون اللي الناس كلها بتمسك فيه، الكورتيزول. هرمون الكورتيزول كل الناس بتقول ان انا الكورتيزول بتاعي عالي فانا ما بخسش. بمنتهى البساطه الكورتيزول لوحده مش هيخليك تتخن، هو ممكن يبطئ الموضوع شويه انا معاك، بس المشكله ان الكورتيزول اللي هو الاسترس هرمون لما بيعلى بيخلي الناس تاكل اكتر، فلما انت بتاكل اكتر بتزيد اكتر. على العكس في ناس لما بيبقى عندها ستريس والكورتيزول بتاعها بيزيد ما بتاكلش فبتخس عادي جدا، مش هو الموضوع كله في الكورتيزول. ارجع تاني لنقطه المجاعات، هل تفتكر ان الناس اللي في المجاعات الكورتيزول بتاعهم قليل ومرتاحين نفسيا وماديا وحياتهم زي الفل؟ لا طبعا، الكورتيزول عندهم في السحاب، بس الفكره كلها مش الكورتيزول هو السبب الوحيد اللي هيخليك تزيد في الوزن، فالموضوع في الاخر هيرجع برضو للكالوريز اللي جسمك بياخدها مقابل الكالوريز اللي جسمك بيخرجها. الانسولين الساحر اللي الناس كلها شايفه ان الانسولين ده هو الحاجه اللي بتبوظ كل حاجه، ماشي بالراحه كده، الانسولين هو مسؤول عن ان هو يدخلك دهون لو انت دخلت لجسمك دهون وهو عالي،
في نفس الوقت هو الانسولين مسؤول عن هو يخليك تزيد عضل لو انت دخلت جسمك بروتين والانسولين عالي. طب لو انت كلت اكله كلها فاتس بس، خلينا نقول مثلا زيت، شربت ازازه زيت مثلا، الزيت عامه او الحاجات اللي فيها فاتس عاليه ما بتاثرش على الانسولين خالص. عايز تقنعني ان انت لو شربت ازازه زيت مش هتتخن عشان الانسولين بتاعك معلش؟ لا طبعا، الموضوع برضو هيرجع للكالوريك انتيك بتاعك. في ابحاث اخيره جت قالت حاجه، ويمكن انا واحد من الناس الموضوع برضو جديد عليا، بس انا حبيت اطرحه هنا برضو واقوله في الفيديو. في ناس كتير ومنهم انا كنا على طول مقتنعين ان الانسولين هو هرمون لما بيطلع او بيزيد بيخليك تجوع اكتر. الابحاث رجعت قالت لك الانسولين مش بيخليك تجوع اكتر الا اذا ان انت كنت بتاخد حقنه انسولين، ده قصه ثانيه، فبتخلي الانسولين يحصل فيه سبايك عالي جدا ويعمل دروب مره واحده، فده ممكن يخليك تجوع. لكن لما واحد مثلا يجي ياكل اكله ويقول لك الاكله دي مثلا فيها كارب عالي شويه، فالكارب العالي فيها دي خلينا مثلا نقول بطاطس محمره مثلا، الابحاث قالت لك ان انت لما بتاكل بطاطس محمره بتبدا تفكر ان انت عايز تاكل اكتر، مش عشان الانسولين عالي ولا حاجه، لا عشان طعمها حلو فانت عايز تاكل منها اكتر. وده الكلام اللي الابحاث الاخيره قالته، واللي انا نفسي لحد قريب كنت مقتنع ان هو لا الانسولين بيسبب ان انت تجوع اكتر، فالابحاث جت ولغت الكلام ده. تعالوا بقى اقول لكم طيب امتى الموضوع بتاع الهرمونات ده يكون الى حد ما مظبوط. لو انت التستوستيرون عندك قليل فهيخلي جسمك يحرق دهون بطريقه اقل شويه، مش هيمنعها خالص بس هيخليها بطريقه اقل شويه. في نفس الوقت لو التستوستيرون عندك قليل هيخلي ان انت لما تيجي تعمل دايت هيخلي فرصة ان انت تخسر عضل اكتر من ان انت تخسر دهون. الاستروجين عندك لو قليل زيادة عن اللازم هتحس ان انت الميموري بتاعتك او الذاكرة بتاعتك مش متزبطة، هتحس ان انت على طول تايه، الدنيا معاك مش حلوة. ولو عالي زيادة عن اللازم هتلاقي ان انت بتخزن دهون بشكل اكبر من ان انت تخسرها. كل بقى اللي انا قلته ده بينطبق على الناس اللي هي ما عندهاش حالات مرضية. يعني انت مثلا لو انت واحد عندك حالة مرضية مثلا زي الناس اللي عندها السكر تايب 2 مثلا او الحاجات دي، هنا بقى الموضوع يختلف شوية، هنا الهرمونات هيكون ليها دور. وبرضو لو انت بتتكلم ان هي الحاجة الاساسية اللي هتسوق ان انت تخسر دهون او تزيد دهون، لا هي مش الحاجة الاساسية بس هيكون ليها دور اكبر شوية. يعني لو واحد عنده سكر هنا ممكن الانسولين عنده يلعب دور اكبر ان هو يخليه ما يخسش، لكن مجرد ان هو واحد جه قال لك انا ما بخسش عشان انا بس هرموناتي مش متظبطه، يعني مش احسن حاجه. لا الموضوع كله هيكون عباره عن هي الكالوريز هي الاساس وجنبها الهرمونات لكن مش هي الحاجه الاساسيه. بس كده يا جماعه، لو حبيتوا تضرب معايا قولوا لي، ابعت لي على الويب سايت المكتوب تحت، ابعت لي موقع مواقع السوشيال ميديا، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.